كان ما كنكرهش ندير هادشي كامل مع لي بارون اي تو، ولكن الوالده ما كتكون ما شافتنيش بشحال هادي كنكون غابره في الخدمه، دونك فاش كتجي ما كتخلينيش ندير بزاف ديال الحوايج. كيعجبني ناكل اي حاجه طيبه تاع الوالده، زعما ما عنديش شي حاجه سبيسيال، مي هذاك الفطور ديال الصباح اللي كندوزو معاها وهي حدايا والوالد حدايا في داكشي شي حاجه زوينه بالنسبه ليا. العيد كيدوزو طقوس جميله فيها الحب وفيها الحياه وفيها يعني ملي كتكون العائله مجموعه وداكشي فهادو هما احلى طقوس. ليكم ميرسي بوكو على الحب ديالكم الدائم، على لي ميساج ديالكم الزوينين، على الانرجي بوزيتيف اللي كتصيفطوا لينا سورتو باسكو اون بوزوان، ما محتاجينش بزاف ديال الهضره خايبه من عندكم. ميرسي على اي واحد كيشجع الاعمال المغربيه وكيشجعنا، وعيد مبارك سعيد. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.